Ok, poto, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive, des fever. Le bled, Ewa. Ici, pour Youssef Hadji, et ce centre en retrait sur la tête. On le revoit encore une fois, ce merveilleux but. كسب كبير للمنتخب المغربي هذا اللاعب. جاء في الوقت المناسب بعد اعتزال اللاعب الرجراجي. فرصة تعادل. جول! جول من يوسف المختاري. عودة ميمونة, عودة موفقة ليوسف المختاري. تتوج بهدف التعادل بعد هجمة رائعة ومدروسة بشكل ممتاز لمصلحة المنتخب المغربي. توغل رائع وفرحة عشرات الآلاف. والله إنهم يلعبون في الدار البيضاء. الأعلام الجزائرية تمتزج بشقيقاتها المغربية في رسالة إلى من يهمه الأمر, إلى من يهمهم الأمر. وتمريرة من العلودي. هذا العلودي قلت لكم إنه لاعب خطير ولاعب ممتاز. إن شاء الله باقي تونس. هنشوف الفاول. هوبا ديما, هوبا, جول رائع, جول رائع. يوسف المختاري مهارة فردية عالية, مهارة فردية عالية من ضربة حرة مباشرة, والهدف المغربي الجميل والهدف المغربي الغالي. يتقدم به اللاعب الكبير يوسف المختاري. يوسف المختاري, شوف حاططها فين, شوف 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 محطوطة فين, محطوطة. هاتوا خذ يوسف حاجي, لاعب ما بيغلطش الراجل. استلام صح, تسليم صح, تحركات بشكل فيها نضج الحقيقة. يوسف حاجي مرة والثانية توصل لمحمد يعقوبي او موحى في وسط ثلاثه. موحى يرجع بيها اهو كده. الشغل بتاع المغرب لما بيحضروا بيأدوا شكل حلو قوي. تتنقل مره ثانيه طويله وعلى طول بيلعبوا بشوبا. الجميل مش ممكن, مش ممكن. هو نفسه, هو يوسف المختاري. يوسف المختاري بيعمل ايه؟ شوف يوسف المختاري بيعمل ايه. قوي قوي لما بينظموا هجمه بشكل رائع. وهدف تاني ليوسف المختاري. هو اللي سجل الهدف الاول وهو برضه اللي سجل الهدف التاني. شوف بيعمل يوسف المختاري, شوف صاروخ, صاروخ عامله باند قبل الحارس. بقى دي تعمل هجمه مرتده, ممكن دي يبقى الهجمه المرتده. ملعوبه من يوسف المختاري. جول يوسف المختاري. هو اختار الدقيقة رقم 46, هو اختار الدقيقة رقم 46 ليعطي الفرحة لجماهير الريان ويعطي الفرحة للسيد أتوري قبل العودة. دقيقة من المحاولات الريانية, نظر نظرة ووضع الكرة في المكان اللي نظر إليه يوسف مختاري. كرة من كرات يوسف مختاري المعتادة. اللاعب الذي سجل هناك في سان دوني هدف التعادل للمغرب في مرمى المنتخب الفرنسي, الان يسجل في مرمى الشمال ولكن في ملعب احمر. لمن هدف ثاني, هدف ثاني وبطريقه هدف ضد فرنسا, بطريقه هدف ستاد فرانس. سفيان العلودي يهدي ثاني هديه ليوسف المختاري, ربما يقول له نفس الشيء. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي وفرحه لا تصف.